احنا في بدايه موسم زراعه وخصوصا المياه العذبه. يمكن الزراع البحري بدا من كام اسبوع، ولكن بدايه موسم الزراعه المائي في المياه العذبه الان. نصيحتك لكل مربي في مصر؟ والله يمكن احنا من خلال متابعتنا لعدد كبير خالص من المزارع خلال الموسم اللي فات، احنا واضح جدا لكل المشتغلين بقطاع الاستزراع المائي ان احنا عندنا مجموعه من التحديات. يمكن التحدي الاكبر ان المزارع يقدر يلاقي نظام تشغيلي محترم يحميه من المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت ويمكن الاربع خمس سنين اللي فاتوا، ومن اهم هذه التحديات انه يقدر يلاقي الزريعه المناسبه. فبننصح كل مربي ان اولا يدور على المفرخ المحترم اللي يقدر يديله زريعه محترمه من اصول جيده ومعامله بطريقه جيده. رقم اتنين ان هو يقدر يجهز ارضه ويراعي كل الخصائص المطلوبه في تجهيز الارض عشان يبدا موسم الانتاج بشكل كويس. ثم نيجي للجزئيه الثالثه وبرضه اللي هي الجزئيه الاهم الى حد كبير، انه يتخير نوع العلف المحترم، نوع العلف الجيد اللي يستطيع انه يحقق بيه معامل تحويل جيد، يقدر يحافظ بيه على جوده الميه اللي هو مربي فيها بشكل كويس، بحيث ان هو يستطيع انه ينتج في توقيت مناسب وبصوره مناسبه ودون التعرض لمشكلات اثناء دوره الانتاج.